البسملة، ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ البسملة بسم الله، والتسمية لا. نص جواب. ها بارك الله فيك شيخ. البسملة فراشة، قراءة فراشة. لا لا، التسمية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ايه، والتسمية بسم الله. يعني التسمية على الوضوء تقول بسم الله، التسمية على الذبيحة تقول بسم الله الله أكبر. ها؟ أما البسملة لقب لي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تسمى إيش؟ تسمى لقبها البسملة. التسمية قول بسم الله. واضح؟